طلب الأعزاء في مساق المحاسب الإداري باستخدام الحاسوب، مرحبا بكم. في محاضرتنا لهذا اليوم سوف نتطرق إلى سؤال موجود عندي في الكتاب، هو سؤال أو مثال محلول Do it number one، وبتحدث عن Cost Volume Profit Analysis، تحليل التكلفة والحجم والربحية. بداية، في عندي شركة اسمها Crescent Company reports the following operating results for the month of June. عندي هاي البيانات المتعلقة بالنتائج التشغيلية لشهر جون وهو شهر 6. عندنا هاي قائمة الدخل المعطاة عندي Cost Volume Profit Income Statement، قائمة الدخل تستند تحليل التكلفة والحجم والربحية for the month ended June 30, 2020، وهي عبارة عن لمدة شهر فيما يتعلق في شهر 6 في نهاية 30/6. معطيني البيانات كانت كالتالي: السيلز 5000 وحدة، وبالتالي كان عندي البير يونت $60، وبالتالي 5000 ضرب 60 بعطيني $300,000. بعد ذلك معطيني الفاريبل كوست، هاي الفاريبل كوست هي متعلقة ب 5000 وحدة، وهي عبارة عن 5000 ضرب $36 للوحدة الواحدة، إذا بهاي الحالة بصل ل $180,000. بعد ذلك بقوم احتساب الكونتريبيوشن مارجن، وهي عبارة عن السيلز ماينس الفاريبل كوست، وبصل $120,000 بالإجمالي، وللبير يونت هي عبارة عن $60 ماينس $36، بصل ل $24. بعد ذلك في عندي fixed expenses or fixed costs، تكاليف ثابتة بقيمة 100,000، بطرح الفيكس كوست من الكونتريبيوشن مارجن، بصل إلى صافي الدخل قيمته $20,000. إذن هاي البيانات الأساسية المعطاة في السؤال، لكن الشركة قررت to increase net income، بدها تزيد صافي الدخل اللي عندها. Management is considering reducing the selling price by 10%. الشركة حتى تزيد صافي الدخل اللي عندها أخذت في عين الاعتبار أنها تقوم بإيش؟ بتقليل سعر البيع بنسبة 10% with no change to unit variable cost or fixed cost، دون التغيير في إيش؟ في التكلفة المتغيرة الوحدة الواحدة أو في التكاليف المتغيرة بالإضافة للتكاليف الثابتة. لكن management is confident that this change will increase unit sales by 25%. بهاي الحالة بيجبوا لك كمان الإدارة عندها ثقة كاملة إنه إذا بقوم أنا بتخفيض سعر البيع بنسبة 10% دون التغيير بالتكاليف المتعلقة عندي، راح يزداد عندي المبيعات بنسبة 25%، بمعنى أنه 5000 هون هي عدد الوحدات راح ترتفع، أو السير 300,000 راح ترتفع كمان بزيادة 25%. بيجي بقولك التالي: استخدم using the contribution margin technique، استخدم تقنية الهامش المساهمة لاحتساب البريك ايفن بوينت ان يونتس، حتى قوم باحتساب نقطة التعادل بالوحدات and dollars and margin of safety in dollars، وبالإضافة بده نقطة التعادل بالوحدات بالإضافة بالدولارز، وبالإضافة بده هامش الأمان بالدولارز، على افتراض assuming no change to sell price or cost، بمعنى بدي استند البيانات الأساسية المعطاة عندي حتى أقوم إنه ما في تغيير. والمطلوب الثاني assuming change to sell the price and volume as described above، بالإضافة إن افترض إنه صار عندي تغيير وهو تخفيض سعر البيع بنسبة 10% مع زيادة في المبيعات 25%. إذن وبعد ذلك comment in your findings، وبالتالي نعطي تقييم أو نعطي ملاحظاتنا، هل الشركة يجب الإبقاء على السياسة المتبعة أم أخذ التغيرات وهي تخفيض سعر البيع وترتب عليها زيادة في المبيعات. إذن راح نقوم بنقل هاي البيانات بالكامل على برنامج الإكسل حتى نقوم بتوضيحها بالكامل. إذن قمنا بنقل بيانات السؤال، وقمنا بتفريغها على برنامج الإكسل، وقمنا بإدخالها بالكامل، وبالتالي راح أقوم بحل المطلوب assuming no change to sales price or cost، بدي أفترض أنه ما صار تغيير وراح تسب عليها. وبعد ذلك للمطلوب الثاني أفترض أنه صار تغيير على سعر البيع وعلى إيش؟ على المبيعات، وهالزيادة في المبيعات بنسبة 25% مع تخفيض سعر البيع بنسبة 10%. طيب خلينا نشوف فيما يتعلق في المطلوب الأول. وبالتالي المطلوب الأول بدي أقوم باحتساب البريكيمين بوينت ان يونتس، احتساب نقطة التعادل بالوحدات، وبالتالي هي بشكل بسيط بقول يساوي، حكينا هي عبارة عن الفيكس كوست على الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. الفيكس كوست قديش كانت عندي؟ 100,000، بقسمها على الكونتريبيوشن مارجن واللي كانت معطيني اياها بير يونت، وهي عبارة عن السيلينج برايس بير يونت ماينس الفاريبل كوست بير يونت، وبالتالي بقسمها على 24، وبالتالي راح أصل بمعنى 4166 وحدة. نقدر نقربها لأقرب منزلة
وبالتالي بعطيها نفس التنسيق بعطيها bold. وبالتالي كان عندي breakeven point units عبارة عن 4166 وحدة، بقدر أقربها لأقرب عدد صحيح تقريبا، وبالتالي بكون عندي 4167 وحدة. بمعنى إنه إذا بقوم بعملية بيع 4167 وحدة، أنا بغطي جميع التكاليف الثابتة بالإضافة التكاليف المتغيرة، وبالتالي راح أحقق صافي دخل قيمته $0 أو $0. إذا هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى breakeven point units. طيب النقطة الثانية هي عبارة عن breakeven point in sales dollars. بقدر أقوم باحتسابها بشكل بسيط، إني بضرب عدد الوحدات في سعر البيع وبالتالي بحصل على هاي القيمة. لكن حسب المعادلة حكينا هي عبارة عن fixed cost على contribution margin ratio، وبالتالي راح نقول هي عبارة عن fixed cost تقسيم، وهي عبارة عن contribution margin per unit على sales price، وبالتالي راح أصل لهاي القيمة وهي $250,000. وبالتالي إذا كانت مبيعاتي $250,000، إذا بهاي الحالة أنا لا بكون لا ربحان ولا خسران. إذا هاي فيما يتعلق في الجزئية الأولى. طيب ظل عندي إيش؟ المارجن أوف سيفتي إن دولارز. وحكينا المارجن أوف سيفتي دولارز هي بشكل بسيط عبارة عن السيلز ماينس البريك إيفن بوينت إن دولارز، وبالتالي راح تستند بشكل كبير على النقطة الثانية. وبالتالي راح أقول هي عبارة عن السيلز إن توتالز 300,000 ناقص الجزئية المتعلقة عندي، وهي إيش؟ اللي break even point in sales dollars، وهي 250,000، وبالتالي هيطلع عندي الجواب $50,000. بمعنى إنه أنا معاي حد معين إنه تنخفض مبيعاتي بنسبة بقيمة $50,000 قبل ما أصير أحقق خسائر، إذا هو بعطيني نسبة معينة. هذا فيما يتعلق في المطلوب الأول. لكن المطلوب الثاني شو راح يعطيني؟ راح نعدل شوي على بيانات السؤال، وراح يصير عندي جزئية بسيطة إنه أنا بدي أقوم بتغيير عندي سعر البيع أخفضه، وبالإضافة أزيد المبيعات. إذا بالحالة هاي راح أضيف بشكل بسيط، راح أعدل شوي على البيانات اللي عندي، وراح أضيف إنه cost volume profit income statement لبعض البيانات عندي بشكل سريع. نقدر نأخذ البيانات هاي بالكامل ونعدل عليها بشكل سريع، لكن هاي البيانات كلها راح تلتغي عندي. وال insert، بعد ذلك بجيب paste. إذن راح أعدل على البيانات اللي عندي هون عشان أقوم بحل المطلوب الثاني. مبدئيا هو قال لي نقطة معينة إنه أنا بدي أخفض سعر البيع، وهو اللي كان عندي قديش. راح مبدئيا ألغي البيانات هاي بالكامل وعدل على جزئية الوحدات المعطاة عندي هون مبدئيا. راح يكون عندي إيش؟ انخفاض في سعر البيع، وبالتالي التخفيض في سعر البيع كان عندي سعر البيع هو $60، بدي أخفضه 10%. إذن عندي هون راح يكون كالتالي، يساوي $60 ناقص الانخفاض. بقول ناقص، بفتح قوس وبقول 60 ضرب 10%، وبالتالي راح يكون سعر البيع الجديد هو $54. إذن هاي النقطة الأولى. طيب المبيعات راح يزيد عندي بقديش؟ راح أزيد عندي ب25%، وبالتالي بقدر أقول 5,000 راح أزيد عندي قديش بشكل سري، بقدر أحتسبها بشكل جانبي وأقول كالتالي، هي عبارة عن 5,000 وحدة مضروبة إيش في 1.25، وبالتالي بمعنى هي 5,000 زائد الزيادة 25%، وبالتالي راح يكون عندي 6,250. إذن عندي 6,250 وحدة. إذا بأخذ التنسيق موجود عندي هون وبطبقه هون، وبالتالي 6,250، وبالتالي راح يكون عندي هون هي $54 مضروبة في 6,250، وبالتالي راح يكون عندي المبيعات 337,500، لكن راح أكتب الرقم هون للتوضيح. إذا 6,250 وحدة. وحكينا نقطة معينة إنه الـ variable cost ما راح تغير عندي،
لكن الـ variable cost إنه هون شو رح يصير عندي للوحدة الواحدة ما رح تغير عندي، لكن رح نلاحظ إنه الـ variable cost بناء على المعطيات اللي عندي، أنا قمت بإنتاج أو بيع بأكثر من 5000 صار عندي 6250، إذا الـ variable cost ما رح أفضل عندي بالقيمة 180000، لكن الـ variable cost للـ per unit رح أضلها عندي إيش؟ ثابتة. وبالتالي رح أقول بشكل بسيط $36 مضروبة في 6250، وبالتالي رح يكون عندي الـ variable cost هو عندي $225,000. بعد ذلك بدي أطرح منها أحتسب الـ contribution margin، وهي عبارة عن 337500 ناقص $225,000، وبالتالي رح أصل لـ contribution margin جديد وهو 112500، والـ contribution margin للـ per unit $54 minus الـ variable cost عندي $18. وقال لي عندي الـ fixed cost ما رح تغير عندي، رح أضلها 100000. وبالتالي رح نلاحظ نقطة معينة، عندي الـ contribution margin minus الـ fixed expenses رح يصير عندي صافي دخل قيمته 12500. إذا منلاحظ مبدئيا حتى لو خفضت سعر البيع، ولنتج على تخفيض سعر البيع انه خفضته 10% وعلى اثرها زادت المبيعات بنسبة 25%، لكن صافي الدخل شو صار عندي؟ قل بشكل كامل، وهو قل عندي اصبح 12500 بدل كان عندي $20,000. وبالتالي نقدر نقوم باحتساب البريك ايفن بوينت ان يونتس، ونقوم باحتساب البريك ايفن بوينت ان سيلز دولارز، وبالاضافه المارجن اوف سيفتي ان دولارز. اذا من خلال الكوست فول بروفيت انكم ستيتمنت الجديد صارت عندي، حكينا البريك ايفن بوينت ان يونتس، حكينا هي عبارة عن الـ Fixed Expenses تقسيم على الـ Contribution Margin الجديدة. وبالتالي نقدر نأخذ نفس التنسيق اللي عندي هون حتى نقرب لأقرب، رح يكون عندي 5556. إذن بهاي الحالة إنه أنا لازم مبيعاتي حتى لو زادت 25% وارتفعت من 5000 أصبح 6250، لكن نقطة التعادل عندي أصبحت قديش؟ 5556. لأن أنا قللت سعر البيع الـ contribution margin per unit قل، بمعنى حكينا الـ contribution margin مقدار مساهمة أو هامش المساهمة في تغطية التكاليف الثابتة. أنا كنت بدي أول كان عندي قديش الـ contribution margin 24، إذا بعد ما أطرح من كل على سبيل المثال وحدة ببيعها بطرح من التكاليف المتغيرة بيظل عندي $24 بتساهم في تغطية التكاليف الثابتة، لكن لما خفضت سعر البيع الـ contribution margin per unit انخفض وأصبح 18 بدلا من $24، وبالتالي صار عندي إيش؟ أنه أنا لازم أبيع مبيعات أكثر لحتى أغطي نقطة التعادل، وهي كان عندي 5556. بعد ذلك رح نقوم باحتساب الـ break-even point in sales dollars، وبنقدر نضربها مباشرة، لكن راح تكون عندي كالتالي، هي عبارة عن الـ Fixed Expenses تقسيم، وبنفتح قوس، هي عبارة عن الـ Contribution Margin per unit تقسيم إيش الـ Sales أو الـ Selling Price per unit. وبالتالي راح يكون عندي $300,000، وبالتالي أنا لازم يكون مبيعاتي $300,000 لحتى أغطي جميع نفقاتي الثابتة والمتغيرة. بضل عندي الـ Margin of Safety وهو عبارة عن السيلز ماينس البريك ايفن بوينت ان سيلز دولارز، وبالتالي انا صار عندي المارجن اوف سيفتي قيمته 37500. وبالتالي اذا بنلاحظ المطلوب سي كان معطى عندي في السؤال كومنت ان يور فايندينجز، وبالتالي اعطي تعليقك فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبالتالي راح نقول للشركة بشكل بسيط، انا كوني محاسب اداري راح نقول انه عملية تخفيض سعر البيع 10% وراح يترتب عليها زيادة في المبيعات بنسبة 25% راح يكون تأثيرها غير جيد او غير مرضي، وبالتالي راح نقوم بالإوصاء بالإبقاء على سعر البيع الأساسي. وبالتالي ليش؟ لأنه أنا بيكون عندي صافي دخل أعلى، وبالإضافة نقطة تعادل أقل من نتيجة تخفيض سعر البيع وزيادة في المبيعات. إذا منلاحظ أنه أنا عندي هون $37,500 قبل ما أصير عندي هو المارجن سيفتي دولارز هامش الأمان بالدولار. إذا بالحالة هاي أنا لا عندي حد $37,500 انخفاض في المبيعات قبل ما أصير أحقق خسائر، لكن إن هون في النقطة الأولى في البيانات كانت معطى عندي السؤال أنا بدي $50,000 تنخفض مبيعاتي لحتى أصير أحقق خسائر. وبالتالي نوصي
كمحاسب إداري الإبقاء على استخدام البيانات الأساسية وعدم تخفيض سعر البيع حتى لو ترتب عليه زيادة في المبيعات. هذا فيما يتعلق Do it number one. إذن بالعودة إلى المادة التعليمية راح نتحدث الآن فيما يتعلق في Sales Mix and Break Even Sales. بداية زي ما متعارف عندي إنه الشركات ما بتقوم بعملية بيع منتج واحد فقط، أغلب الشركات بتقوم ببيع أكثر من منتج، بالتالي رح يكون في عندي بدي أحتسب نقطة التعادل لهي المنتجات. Well, to this point, our discussion of cost, volume, profit analysis has assumed that company sells only one product. زي ما حكينا كنا نحكي نحتسب نقطة التعادل لمنتج واحد. However, most companies sells multiple products. وبالتالي الشركات بتبيع منتجات متعددة. When company sells many products, it's important that management understand the financial implication of its sales mix. في عنا مصطلح بسموه المبيعات المشتركة أو المختلطة مبيعات، وبالتالي هذا المصطلح يطلق بشكل عام على الشركات اللي بتقوم ببيع منتجات أو أكثر ويكون عندي مبيعات منتجين أو أكثر. وبالتالي لما يكون عندي أكثر منتج، إذا بالحالة هاي متحدث عن sales mix. Is the relative percentage in which company sells multiple products. For example, عندنا مثال ولك if 80% of Hewlett Packard شركة HP المتخصصة في صناعة الطابعات بالإضافة لأجهزة الحاسوب. عندنا مثال إذا افترضنا أن 80% من مبيعات شركة HP Unit Sold هي عبارة عن طابعات، وبالإضافة 20% من إنتاج شركة أو مبيعات شركة HP عبارة عن أجهزة حاسوب، وبالتالي مصطلح Sales Mix هو عبارة عن 80% طابعات و 20% أجهزة حاسوب. وبالتالي هذا مصطلح يسمى Sales Mix، بمعنى أن أنا بقوم ببيع منتجين أو أكثر، منتجين أو ثلاثة أو أربعة إلى ما لا نهاية. إذا هاي النقطة الأولى، وبالتالي Sales Mix is important to managers because different products often have substantially different contribution margin. ودائما بقول لك أنه المبيعات المشتركة جدا مهمة للمدراء، لأنه الاختلاف في المنتجات دائما يكون عندي هامش ربح مختلف لكل منتج. وزي ما كنا نشوف ما في أحيانا contribution margin هامش المساهمة، بتلاقي المنتج الأول مختلف عن المنتج الثاني، وراح نشوف عنا في المثال. وعلى سبيل المثال معطيني for example Ford SUV S and F-100 pickup trucks have higher contribution margin compared to economic cars. وبالتالي عندي شركات أو سيارات اللي بتقوم بإنتاج شركة فورد، في عندي سيارات الدفع الرباعي أو البيك أب الموديل F-150 بيكون إلي دائما هذول هاي الشركات أو هاي المنتجات بيكون إلها هامش مساهمة عالي للوحدة الواحدة، بمعنى إنه سعر البيع بيكون أعلى بشكل كبير من الفاريبل كوست، وبالتالي بيكون هامش المساهمة إلها كبير مقارنة بالسيارات الاقتصادية. معنى بتكون سيارات ذات تكلفة منخفضة، بتلاقي سعر البيع هو قريب من تكلفة السيارة، لكن بيكون هامش الربح جدا قليل. وبالتالي كل منتج إلي بيكون هامش مساهمة مختلف عن المنتج الآخر. وبالتالي سمري فيرست كلاس تيكتس، ودائما على سبيل المثال في الطيران، في شركات الطيران، أو على سبيل المثال لما تيجي عند شخص يحجز تذكرة، بتلاقي إنه في عندي تذكرة اقتصادية إيكونومي، وفي عندي فيرست كلاس، وفي عندي بزنس كلاس. وبالتالي هم فعليا تقريبا نفس الخدمات، لكن بتلاقي المقاعد مختلفة. فبتلاقي عندي انه الدرجة المتوسطة والدرجة الاقتصادية، بتلاقي عندي التكلفة سعر التذكرة بيكون مقريب من سعرها، لكن اذا منروح على درجة رجال الاعمال او الدرجة الاولى، بتلاقي انه السعر جدا مرتفع مقارنة بتكلفة هاي الخدمة. وبالتالي بتلاقي انه تذاكر الدرجات الدرجة العليا او درجة الاعمال او الدرجة الاولى، بتلاقي عندي هامش المساهمة لها اكبر من الدرجة الاقتصادية. هذا فيما يتعلق في السيلز ميكس. طيب بدنا نقوم الان باحتساب البريك ايفن سيلز ان يونتس، بدنا نقوم باحتساب نقطة التعادل بالوحدات. طيب انا بالحالة هاي انا عندي اكثر من منتج، وبالتالي companies can compute break even sales for a mix of two or more products by determining the weighted average unit contribution margin of all the products. وبالتالي الشركة يمكن احتساب نقطة تعادل المبيعات المشتركة of two or more products، منتجين او اكثر، من خلال تحديد الوسط المرجح لهامش المساهمة لجميع المنتجات، بسموها الـ weighted average unit contribution margin of all the products. وبالتالي حتى نقدر نفهم هذا الموضوع بشكل اكبر، في عندي مثال to illustrate. assume افترض شركة فارغو ذات فارغو الكترونيكس
sells not only cell phone but high definition TVs as well. ونتحدث بشكل كبير في محاضراتنا السابقة على شركة فارجو اللي بتقوم بإنتاج أجهزة خلوية. لكن هون افترضنا أن الشركة ما بتقوم بإنتاج منتج واحد، بتقوم بإنتاج منتجين. المنتج الأول هو الأجهزة الخلوية السيل فونز، وبالإضافة لأجهزة التلفزيون اللي بتكون عالية إيش الجودة أو الدقة في الوضوح، بسموه الـ HD High Definition TVs. وبالتالي Vargo sells its two products in the following amount. وبالتالي شركة Vargo بتقوم ببيع هاي المنتجات بالكميات التالية: بتقوم ببيع 1500 جهاز من سيلفون أجهزة الخلوية، وبتقوم ببيع 500 جهاز تلفاز. إذا بالحالة هاي 1500 زائد 500 2000. وبالتالي shows the sales mix expressed as percentage of 2000 total units sold. وبالتالي كيف بطلع النسبة؟ بنقول كالتالي: مبدئيا بنقوم بجمع القيمة الأولى 1500 المتعلقة بالسيلفون، وبعد ذلك بنقوم باحتساب كمان جمع ايش ال 500. إذا 1500 زائد 500 بعطينا 2000، وبالتالي بنقدر نقوم باحتساب الكونتريبيوشن الويتد افريج يونت كونتريبيوشن مارجن للسيلفون من خلال كالتالي: عندي أول نقطة راح أقول 1500 في متعلق بالأجهزة الخلوية على مقسمة على 2000، وبالتالي بيطلع عندي 75%. هاي بيطلع عندي نسبة المبيعات المشتركة، وبالتالي أنا ببيع 75% من مبيعاتي عبارة عن أجهزة خلوية. نقدر احتساب هو الأجهزة التلفاز، بقول المتمم ل 75% هو 25، أو بقول كالتالي: 500 تقسيم 2000، إذا 500 تقسيم 2000 بعطيني 25%. في المحصلة يجب أن يكون مجموع المنتج الأول كبرسنتج سيلز ميكس برسنتج بالإضافة للمنتج الثاني لازم يعطيني 100% إذا كان ثلاث منتجات بنفس الآلية، وهكذا. وبالتالي 75 زائد 25 إذا بالحالة هاي راح يكون عندي 100%. وبالتالي that's it. 75% of 2000 units sold are cell phone. وبالتالي نقدر نقول انه 75% من مبيعات الاجهزه الخلويه او من المبيعات بشكل عام هي عباره عن اجهزه تليفون او اجهزه خلوي، لكن عندي 25% من ال 2000 جهاز ببيعهم هي عباره عن ايش؟ اجهزه تلفاز. طيب عندي بعض المعلومات الاضافيه لحتى نقوم باحتساب البريك ايفن بوينت ان يونتس. فبيجي بيقول الالستريشن 6.14 المتحدث عنه هون shows additional information related to Vargo. هاي البيانات متعلقة إيش بشركة Vargo Electronics اللي بتقوم بتصنيع الأجهزة الخلوي أو الأجهزة الهاتف المحمول بالإضافة لأجهزة التلفاز. The unit contribution margin for a cell phone is $200 and for TVs is $500. إذا معطيني سعر البيع، معطيني contribution margin سوري، معطيني هامش المساهمة لكل وحدة واحدة كانت كالتالي: الأجهزة الخلوية هي عبارة عن 200، وعندي للتلفزيون أو التلفاز $500، وكان عندي التكاليف الثابتة هي عبارة عن $275,000. إذا هاي البيانات المعطاة عندي: سعر البيع لأجهزة الهاتف المحمول $500، لكن أجهزة التلفاز $1000. الـ variable cost إذا ملاحظ عندي للجهاز الخلوي هو 300، لجهاز التلفزيون هو عبارة عن 500. وبالتالي contribution margin per unit للأجهزة الخلوية 200، عندي لأجهزة التلفاز 500. راح نلاحظ نقطة معينة أن contribution margin per unit لأجهزة التلفاز كان أكبر بكثير من إيش؟ من أجهزة الخلوي أو الأجهزة الهاتف المحمول. وبالتالي دائما الشركات لما يكون في عندي هامش مساهمة كبير، دائما الشركات بتحاول تشجع بشكل أكبر على بيع هاي المنتجات لحتى تحقق إيرادات بشكل أكبر. وبالتالي كان عندي sales mix units 75% لقوم احتساب لأجهزة الهاتف المحمول، وعندي 25% لأجهزة التلفاز. وكان عندي الفيكس كوست بشكل عام هي متعلقة بالشركة $275,000. طيب النقطة اللي بتهمني الآن، بدي أقوم باحتساب الويتد أفريج، وهي الويتد أفريج يونت كونتريبيوشن مارجن. بداية عندي للمنتجات الاثنين بنطلع الوسط المرجح لهامش المساهمة للوحدة الواحدة. مبدئيا خلينا نبلش بجهاز الخلوي وهو السيل فونز، وبالتالي اليونت كونتريبيوشن مارجن مضروبة في السيلز ميكس برسنتج. طيب هاي اليونت كونتريبيوشن مارجن
للمنتج الأول وهو السيلفون، وهو عبارة عن $200 مضروبة في السيلز ميكس اللي قمنا باحتسابها قبل قليل. وإذا 200 ضرب 75، إذا كان المعطى عندي 200 ضرب 75، وننتبه إنه إيش الأولوية داخل الأقواس، إذا محطه من قوس زائد، بدل من نفس الآلية اللي احتسبناها في السيلفون راح نحتسبها إيش بالتي بي إس. اليونت كونتريبيوشن مارجن $500 مضروبة في السيلز ميكس برسنتج. إذا اليونت كونتريبيوشن مارجن لأجهزة التلفاز مضروبة في السيلز ميكس يونت كانت 500 ضرب 25، وبالتالي راح يعطينا عبارة عن 275. إذا راح أضرب 500 ضرب 25، وهون راح أضيفها كمان لل 200 مضروبة في 75، راح يعطيني الويتد أفريج يونت كونتريبيوشن مارجن $275. إذا بعد ذلك طلع عندي الويتد أفريج يونت كونتريبيوشن مارجن $275، وبالتالي راح أقسم الفيكس كوست اللي كانت في الإجمالي، كل حين نكون احتسبها إذا كان عندي وحدة واحدة نقسمها على اليونت كونتريبيوشن مارجن، لكن هون عندي إيش الويتد أفريج، وبالتالي بقسم الفيكس كوست 275,000 على الويتد أفريج يونت كونتريبيوشن مارجن $275، وبالتالي بصل نقطة التعادل هي 1,000 وحدة. لكن الألف وحدة هون أنا راح أكون عندي إيش misunderstand. طيب الألف وحدة هل هي عبارة عن أجهزة تلفاز أو أجهزة هاتف محمول؟ وبالتالي بناء على السيلز ميكس برسنتج راح نقوم بالتحديد هاي القيم. وبالتالي راح تكون البيانات عندي كالتالي، راح أقوم ببيع عندي أو يكون عندي 750 هي عبارة عن 1,000 مضروبة في السيلز ميكس لا أجهزة التلفاز أجهزة الهاتف المحمول وهي 75% مضروبة في الألف، راح يكون عندي 750 جهاز من أجهزة الهاتف المحمول راح أقوم ببيعها يونت سيلز مضروبة إيش في اليونت كونتريبيوشن مارجن تبعها الأساسي واللي كان عندي 200. بعد ذلك راح يكون عندي إيش فيما يتعلق بأجهزة التلفاز وهي عبارة عن 1,000 وحدة مضروبة في السيلز ميكس برسنتج وهي $250، يعني 1,000 ضرب 25% 250 وحدة، وبالتالي راح يكون عندي اليونت سيلز عبارة عن 1,000 وحدة. إذا 250 مضروبة في اليونت كونتريبيوشن مارجن هو 500، وبالتالي راح أحقق عندي توتال كونتريبيوشن مارجن لأجهزة التلفاز 125,000، وبالتالي 150 زائد 125 راح أصل لقيمة قيمتها $275,000، وبالتالي أنا بكون غطيت جميع تكاليفي بهاي الفترة. بحيلها بغطيت التوتال كونتريبيوشن مارجن وهو $275,000. إذا بهاي الحالة أنا بكون احتساب نقطة التعادل لأكثر من منتج، لكن في نقطة معينة حاط ليها هون بالبولد net income will be greater if higher contribution margin units are sold rather than lower contribution margin unit، بمعنى إنه راح يكون عندي صافي الدخل أعلى إذا كان عندي هامش المساهمة الوحدة الواحدة للوحدات المباعة أكثر عندي، إذا كان عندي هامش المساهمة لوحدة مباعة أكثر من lower contribution margin units. بمعنى إذا ملاحظ عندي unit contribution margin فيما يتعلق في أجهزة الهاتف المحمول كان 200، لكن أجهزة التلفاز كان عندي 500. إذا بالحالة هاي صحيح أنا بعت 250 وحدة، لكن عندي كان هامش المساهمة عندي كبير، وبالتالي فقط 250 وحدة ساهمت بقيمة $125,000، لكن هون أنا بعت 3 أضعاف أجهزة التلفاز لكن كان مقدار مساهمتها للوحدة الواحدة في $200، وبالتالي كان عندي فقط $150,000. وبالتالي دائما الشركات بتحاول تزيد أو تقوم بعملية بيع وحدات ذات هامش مساهمة جدا مرتفع. هذا فيما يتعلق في هذا الموضوع. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن break even sales in dollars. إذن هنا تنتهي محاضرتنا، شكرا لكم على حسن المشاهدة.